قال رحمه الله: فإن نفع بغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه. لم يجزئه. نعم، يعني المذهب هنا يفرقون بين من تعذر ومن لا تعذر بإعطائه. يعني الغني والفقير ما يبين، اللباس واحد والشكل واحد، وجاء قال لك أنا فقير، أعطيته زكاتك بعدين تبين أنه هو غني تجزئك، لأن شلون تعرف أنه فقير ولا غني؟ لأن قلنا الغنى والفقر هذه أموال صامتة لا يعلم بها أحد. لكن واحد قال لك أنا لست من بني هاشم وعطيته، بعدين طلع انه من بني هاشم، يقولك لا هذا النسب معروف، مفروض تعرف ان هذا من بني هاشم وليس من بني هاشم، شلون تعطي زكاتك لرجل من بني هاشم؟ ما يجوز تعطيه لرجل من بني هاشم. او جاءك كافر وقال لك اعطيني زكاتك، اعطي زكاه، بعدين قالك هذا كافر شلون اعطيته زكاتك؟ قالك المفروض تعرف انه مسلم ولا كافر. يعني في اشياء يقول انت يمكن تقدر انك تكتشفها بنفسك، لكن في تقصير، هناك تقصير في البحث. الأصل في اللي يدفع الزكاة أن يكون حريصا أن ما يعطي الزكاة إلا لمن يستحقها، لا يتساهل في دفع. أي واحد يجي أبي زكاة خذ، أبي زكاة خذ، لا، وإنما يعطيها من يستحق. يقول الوحيد اللي ممكن يطوف عليك وما تنتبه له هو الغني، ظننته فقيرا فأعطيته الزكاة. نعم، والصحيح أن جميعهم إذا الإنسان بذل السبب ولم يتساهل ثم بان الخلاف ذاك أجزأته إن شاء الله تعالى. نعم.